مع رأي كمان الصديق العزيز وعضو اللجنة الفنية في النادي الأهلي الكابتن هشام حنفي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا. مساء الخير يا كابتن هشام. مساء النور يا استاذ محمد، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ اهلا بيك وتحياتي وسعداء ليك. بمشاركتك معانا على شاشة قناة ربنا الأهلي. يخليك، دايما طبعا اتشرف طبعا في اي وقت، طبعا في قناة الاهلي بيتي، وفي اي وقت طبعا في اي وتشترك وتشتبك في معنا. الحوار مع كابتن احمد فوزي. كابتن احمد نجم النادي الاهلي السابق وحارس مرمى طبعا النادي الاهلي السابق بيقول ان محتاجين نركز على الجوانب. الاول اسلم عليك، منور الدنيا بقيت حبيبي، ارحب بيك، ربنا يبارك يعني لك. طبعا طالما خدتني كمل على بقى طول سؤال. كده يبقى تحياتي ليك كابتن احمد. ربنا احمد يكرمك فوزي يا هشام. من الحراس الممتازين يا جندي، من الحراس المثقفين جدا، راجل دكتور ما شاء الله، كان يعني قادر ان هو يبقى في الدراسه متفوق، وكان حراسه المرمى كان متفوق. ربنا انت عارف يكرمك برضه يا هشام. يعني الكوره يعني رزق وحظوظ لبعض الوقت، يعني فوزي لو كان كمل في النادي الاهلي كان هيبقى حاجه تانيه خالص، لكن هو من الحراس اللي انا يعني على المستوى الشخصي لعب معايا في حرس الحدود بشكل قوي، كان شايلنا بشكل قوي جدا، ويا ما شال فرق بصراحه يعني. ربنا يبارك اكيد لك يا اكيد هشام كابتن احمد عنده حبيبي يا فترات باشا. طبعا في يعني تاريخ حركاته كحارس مرمى كانت طبعا متميزه جدا فنيا، واكيد مكانته عندنا كبيره جدا كواحد من طبعا الحراس يا استاذ محمد، المتميزين طبعا في مصر. كابتن هشام، كان كابتن احمد بيطرح فكره انه محتاجين الراي العام دلوقتي وكل الكوادر الموجوده داخل النادي الاهلي تركز على الجوانب الايجابيه والقدرات الموجوده عند الفريق وترفع من معنويات الفريق في الفتره دي، خاصه وان معدل ومنحنى كيرف الاداء والنتائج بيزيد وبيتحسن دلوقتي. رايك ايه يا كابتن هشام؟ خلي بالك، انا طبعا ده راي اكيد كل الشارع الاهلاوي، لكن انت راي المناسب بالنسبه لك الزملكاوي او الراي الشارع عموما في الميديا دلوقتي، كله بيقول لك ان الاعلام كله بيساند النادي الاهلي، يعني في الفتره ديت يعني، وانا مش شايف كده خالص. انا شايف ان في ناس بتحاول تحبط وتحاول تكسر النادي الاهلي في الفتره دي عشان يقدر يستفيد من وضعيه الخروج من البطوله العربيه ومن البطوله الافريقيه، ولكن دائما وابدا النادي الاهلي يعني بيقف على رجله في اضيق الحدود، ويعني حتى لما بيغيب بطوله او بطولتين او بيغيب سنه عندك او موسم كامل، انت بتقدر في المواسم الثانيه هناك طرف الانديه المصريه كلها بالكامل بتعرف بتبرز لعيبه وبتطرح لعيبه للمنتخبات باكملها. يعني لو احنا هنتكلم بالتاريخ، لما الناس كلها بتتكلم دايما تقول لك تاريخه، طب ما انتوا بتتكلموا بالتاريخ، لو هنتكلم بالتاريخ والبطولات يبقى النادي الاهلي هو رقم واحد، هيفضل طول عمره مش هتعرف تحصل له النادي الاهلي. اكيد يعني انا بكلمك النهارده، ما ينفعش تبقى بتعمل مداخله مع حد وتقول له ده احنا نادي البطولات، لا طب يعني انت نادي البطولات جبتها منين؟ جبتها من التاريخ اللي هو انت ان في ارقام بتحسم المناقشه دي. احصائيات بالظبط، في احصائيات عندك، يبقى انت عشان كده النادي ان كان هو كان يعني ايه كان؟ هو الاهلي ما زال وهيكون وهو مستقبلا هيكون في ولسه احنا في مرحله ده اللي او بطوله افريقيا. يعني كابتن احمد الموسم في اوله والكل عنده طموح مشروع، واحنا على يقين ان شاء الله ان فريقنا قادر يحسم البطوله دي باذن الله. انا معاك تصديق ووضعت. لا 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 بالعكس، انا عايز اسالك سؤال تاني يا كابتن هشام كمان. هل احنا عاطفيين؟ يعني مش من الامور، لانه الفتره اللي فاتت مع الهزيمه في نهائي بطوله افريقيا والخروج من البطوله العربيه بدا الناس تتكلم بلهجه حاده جدا ان الفريق محتاج فريق، وان النادي الاهلي فريقه ده بالكامل محتاج يتغير، وبعدين بدات الناس تبص بشكل دقيق شويه مع رجوع بعض المصابين وتجهيزهم، مع تحسن الاداء والنتائج وشغل الجهاز الفني الجديد واستغلال او الاستفاده بطاقات مجموعه كانت معطله من النجوم الشباب اصحاب القدرات الخاصه جدا، بدات الصوره تتغير تماما، وبدأت الناس تقول ده احنا فريقنا متكامل حتى دون النظر للصفقات الجديده. رايك ايه في الكلام ده كابتن هشام؟ بص انا هقول لك حاجه، ما هو انت ما ينفعش تحكم في وقت قصير قوي كده انك تكسب ماتشين فتقول ان الفرقه مكتمله، والفرقه لما ترجع من الاسباب كلها تبقى جامده جدا وخلافه. طبيعي ان انت اصلا خارج من بطولات كبيره جدا وخارج من مشاركات في افريقيا العربيه ودوري كاس، انت الفرقه اللي بتكمل على طول دايما، انت الفرقه اللي بتكمل، ده مش كلامي، ده كلام فعلي في الملعب، ان تكمل بتكمل في كل البطولات اللي انا بقول لك عليها، فبالتالي اللعيبه استهلكت. فانا النهارده محتاج ان انا عشان عربيتي تبقى كويسه او اللعيبه دي تبقى كويسه لازم ان انا اجيب حد معايا يبقى في روتيشن ما بيني وما بينهم. فاللعيبه طبعا عندك فتره اصابات غايبه بشكل كبير جدا عنك الفتره اللي فاتت بشكل كبير، لكن انت محتاج الفتره الجايه اللي هو الدعم، ومحتاج الفتره الجايه. اعتقد ان فوزي اتكلم على جوزيه، انا سمعت كده في الاخر، جوزيه في الحالات اللي زي دي ما بيبصش وراه خالص، ما بيبصش لحد، بيجهز كل لعيبه، كل لعيبه تبقى عندها وضع الاستعداد في اي وقت تنزل بتكسر الدنيا، بيخلي ترسانه نجوم في الفريق ان اللي بره في نفس طبعا طبعا، وهو كمدرب كان بيعمل ده صحيح، هو بيصنع ده يعني. هو الناس كلها تقول لك طب ما جوزيه كان بيشتري اللعيبه كلها من بره، ماشي، ما هو مين بقى اللي يقدر يدير المنظومه دي كلها؟ أكيد. هو كان بيساوي، كان بيعرف يخلق روح المنافسه ما بين اللعيبه وبعضها في اوقات كتير جدا جدا. فلا انت الحمد لله، انا شايف ان الفرقه محتاجه حاجات بسيطه، لكن انا شايف مع الاستقرار والدعم الفتره الجايه من مجلس الاستقرار
دايما. ان شاء الله نكون موفقين ونحقق اللي بشكرك جدا وسعداء بمشاركتك معانا يا كابتن هشام. تحياتي ليك مره ثانيه ونورتنا يا كابتن هشام، ربنا يبارك لك. شكرا الف شكر. انا في نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا وعضو اللجنه الفنيه بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن هشام.